جزاكم الله خيرا. ما حكم إزالة شعر الساقين واليدين بالنسبة للمرأة، خاصة إذا كان كثيرا مثل الرجل؟ لا بأس بذلك، لا بأس بإزالة الشعر من البدن، إنما منعت المرأة من إزالة شعر الوجه والمعتاد، من إزالة شعر الوجه المعتاد الذي لا تشويها فيه، ومنعت وحرم عليها وتوعدت في إزالة شعر الحاجبين، لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو فعل بها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنامصة هي التي تأخذ شعر حاجبيها أو تأخذ من شعر حاجبيها، والمتنمصة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل شيخ صالح عن نفس الموضوع يحفظكم الله، فتقول: إذا ظهر شعر زائد في الحواجب لم يكن موجودا من قبل وأصبح مشوها للحواجب، فهل يجوز للمرأة نتفه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا أتصور أن شعر الحواجب أنها يحصل بها تشويه، لأن الغالب أن الله سبحانه وتعالى جعل الحواجب جمالا للإنسان وفيها مصالح عظيمة، لكن لو قدر أن يكون هناك تشويه ظاهر فلا مانع من إزالة التشويه بقدر الإزالة فقط، بقدر ما يزول التشويه. نعم.